شوف نقول لكم واحد الحاجه، شوف انا الياس المالكي كان ضارب معاه وكل شيء، ما كنتفقش معاه بزاف ديال الحوايج وكذا وهادي، وكنت كلاشا وانا، ولكن نقول لك واحد الحاجه، شتي الياس المالكي، ديك اللعيبه ديال الكينغز ليغ، اللي كاينه وبيكي وكذا، راه في صالح المغرب، راه تعريف تعريف في التوراة المغربي وبتعريف في الصحراء المغربية، وبأن الصحراء المغربية غتكون في محفل دولي، وبأن الخريطة المغربية كاملة متكاملة في محفل دولي، يعني في الصالح ديال السياسة الخارجية ديال البلاد. دابا نهضر معاكم بكوتي واحد آخر نتوما اللي ما غاديش تعرفوه، هذيك اللعيبة ديال كينغز ليغ اللي غادي يمشي لها إلياس المالكي، الشريف راه من أكبر المشاهدات كاينين في إفريقيا، وغيتلاقى مع وحدين من أكبر المشاهدات في العالم. يعني شكون اللي كيحكم دابا؟ السوشيال ميديا، الماركتينغ، الديجيتال، البيبليسيتي هي اللي كتحكم. يعني هذاك السيد ديالك دعايه فابور للبلاد ديالك، يعني هذاك السيد انا ما كنشكروش، انا كنقول لك الواقع، الياس داير بيبليسيتي للمغرب، للرايه المغربيه والسهره المغربيه في ملتقى ومحفل دولي اللي فيه الستريمرز، يعني الديجيتال هو اللي كيهضر دابا. يعني دابا الشهره فين كاينه؟ كاينه في السوشيال ميديا وكاينه في الديجيتال. مجده شكرا الله يحفظك، فهمتيني؟ يعني هذيك اللعيبه راه في صالح ديال البلاد، ديك التظاهره وكذا والمغرب وكذا والصحراء المغربيه وتعريف الثقافه ديال البلاد وكذا في صالح ديال المغرب. اما الكونسيبت ديالو انا ضد داكشي اللي كيبقى يدير، هو كيبقى هو كيخرج على السطر، فيه تخسر الهضره بزاف، كيسب الوالدين بزاف، كيضرب شي حوايج بزاف، ولكن هذيك اللعيبه ديال الكينغز ليغ وغادي يمشي بيكي واللعيبه وكذا، هذه في صالح ديال المغرب. حنا اي حاجه في صالح ديال البلاد حنا معاها، حنا اي حاجه في الصالح ديال البلاد حنا معاها. انا ماشي حيت ما كنهضرش مع الياس المالكي ولا مضارب انا غادي نعطاكيه ونسبه ونقول لك لا وخاص يدير وديكلاريو بيه ودير، ها تنقول لك وانتم تعرفوا. ايوا هي تنقول لكم وانتم تعرفوا. اصلهم يهوديين، ما عندك ما دير، عادي الحياه هي هادي، عادي اجي نوريك هادشي، اجي مبغيتيش تسكت، هادشي سير انت خرج سير بحالك، سير ديك الكتابة ديالك ما لا كدير زلعبة، خرجي بحالك الله يرحم الوالدين. طونا تكبس البارطاج، تلاقيت معاك البارح في ستيج، هاد الدري دري في العام راه، شكرا اختي الله يكبر بيك، الله يحفظك اختي. انا واخا اختي ما عرفتك شكون انت، ولكن تحياتي لك اختي. حنا كنخرجوا ما كنجبدوا حد، ما كنادي بحد، ما والو، بلاد مقروص منا، وانت جالس في بلاد مقنطان منك. قطار خويا الرجل راه كتب، الله يحفظك اخويا، تحياتي للرجال، اللي كيضربوا بالنبال ويطلعوا في الجبال بالله. ايوا هشام داخل سوق اختي، راه حنا كنعرف انا ما كنجبدو حد، ما كنهضرو مع حد، خويا يونس حياتي نزار سلخو، ما سلخوه ما والو اصاحبي، تغنوا مع شي وحدين انتما كتبقاو تزيدوا فيها اصاحبي، كتبقاو تزيدوا فيه وكتبقاو تكبروا الامور، تبقاو تقولوا شي حوايج اللي ما كاينين، شو تبقاو الله يهديكم اصاحبي، يا الله يهديكم. دايرين غا فيلم ويديروا فيلم ولا ما يديروش فيلم، انا مالي اصاحبي، ما ندبروا راسهم اصاحبي، محسد ومحقد، علاش حنا فينا الحقد والحسد؟ تخيل البنات تشوف شي صاحبتها لابسه كسوه زينه تحسدها تبغي تحرق لها الكسوه، دري يشوف شي دري صاحبه لبس مزيان ولا خدم ولا ترينا يحسدو ويحقد عليه، بحال اللي زعما دارو داكشي ديالو، راه قادر ربي يرزق الجميع في نفس الوقت، راه غير صفي قلبك وتكون قلبك زوين، ربي حتى يسهل عليك. كبس اصاحبي ما تخسر والو، دخلتي اللايف داخل جالس تتفرج مستانس مدوز وقيت وكذا، واحد شويه ديال التكباس هكا وارتاح مع راسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دخلتي الله مع المتفرج، دابا اللي بغى يتفرج بحال خدام. حنا زعما من ديري اللايف، ديري سبعه د اللايفات، ديري انت شنو، شكون اللي حصرك؟ كاين شي وحدين بالعاني كيبغي يبروفوكيك، باغي يسمع الهضره، ما عرفتش علاش، كاين اللي سادي عزيز على اللي يسبوا واللي يقولوا الهضره، ما فهمتش. عندك لاري بيك عند البوليس، عندك لاري بيك عند البوليس، عيط لي نشهد لك، فاش تكلاري عند البوليس عيطني، ديرني شاهد، عيان وتعبان.
هشام من الاولين في واحد الوقت كنت مهووسه بك مزيانه ملي متواكدتي تهوسي بواحد بحالي انا كنصنع دولي بران اش فيا ما يتهوس انا ما عندك ما ديري بيا انا ما تاخذيني قدوه ما تاخذيني نقمه ما تاخذيني نعمه انا دخلتي عندي اللايف سمعتي شي لعبه عجبتك جات قدك لبسها سمعتيني غير كنخربق دخلها مد الودن وخرجها مد الودن ما تديهاش فيا انا غامترنت طالق اللايف كنهضر مع راساسي وصافي ما تديهاش فيا انا كاع فيا ما تاخذني لا 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 قدوه لا والو قدوة تا واحد ما قدوة في هاد العالم تا لي تا الموت زعما بدا مش غادي يضيف لهاد البشرية هادي اللي يقدر يفيد البشرية يجيب لنا شي حاجة سميتها الخلود ديك الساعة يقول لك نفع البشرية ما عندك ما تنفع كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هيا اختي ايفا هو انايا انا هو اللي درت فيديو كندوش من ديك الفيديو زيدي بهالك وانت دخلتي الفيديو درتي له تما تحليل قناه الرياضيه انت هي كتزومي وكديري هكا وكتشوفي من جميع الزوايا وكديري بوز وكتولي تكبري وكتولي تصغري وانت تفرعي لي انا راسي من الاول ما تدخليش لديك فيديو خرجي وسيري بحالك ما كاين لا بوليس لا والو هاكا تبقاو تهضروا نزار داير لايف قولو صيفط لي بنتي ليا مع الصب بنتك مع الصب ياك اخاي ضايقه بيا الوقت مزير باغي نتفاجأ مزير شي شويه باغي نخوي صافي قلت لك دري بنتي ليا مع الصبيك لاباس تي قتلني دري كيهضر بحال هكا دري ولاو كيهضروا هضره عرفتي علاش حيت اغلبيه ديال المناصب داو من البنات وبقاو الدراري اللي ما لقاوهم يديروا ولاو بحال البنات كيجي يهضروا شو كيمخنزر شو كي داير بنتي اللي مقلق بنتي اللي معصب هذه هضره ديال الرجال كيهضروا بحال هكا بنتي اللي معصب بنتي اللي مقلق بنتي اللي كدا امي غاديه في صلاتها وكتقرا سوره من القران كل نهار كتقرا واحد العدد من الاحزاب ما مسادياش سير بغيت تعطيني اختك منين في المغرب تيقتلوك شي وحدين كيجيو يسولو شي اسئله في لي كومونتير عندهم ديك السلطويه وديك التعجره كيجي في لي كومونتير منين نتايا في المغرب السلطويه وقلت الادب لا صواب لا والو ما يعرف يهضر والو كيدخل خضر تيبغي يحسب وراه ما نعرف سير تمشي لعاوننا معاك سير تعلم تهضر سير هاد الحياه راه دايزه راك الحياة دايزة سير بدل ما يستغل عيش الحياة ديالك عيش الحياة وسير كلاشك فوتو سير تسمع التراك سير اللي ما سمعتيش سير سمع سير كتب كوجيتو سير دخل سمع كوجيتو دخل كتب كوجيتو سير سمع كتب هشام من الاولي كوجيتو عرفتي شنو هو كوجيتو كوجيتو هي كلمة فلسفية كوجيتو هي كلمة فلسفية عرفتي شنو كتعني هي المنهج او المبدا الذي يتخذه الفيلسوف لكي يثبت من خلاله وجوده راه كنت كنجيب 16 18 في الفلسفه كنت كنقدم الاطروحه وكنعطي كنحط داكشي الخيال العلمي سير دخل كتب شنو هي سير دخل كتب هشام من الاولي خويا تما تحياتي سير دخل كتب هشام من الاولي كوجيطو وغادي تسمع الديسك وتفهم اش ديك الشوا البارح بند انا في اللايف انا جاي عندي علاش ما قدرتيش جيت تهضر دابا نسوق سؤال دابا نتايا البارح شفتيني وانت حاقد دابا ملي جيتي كتبتي كومونتير نتايا حاقد علاش البارح فاش شفتيني ما تجيش عندي في وجهي وتهضر معايا باش
ماشي باش نتضارب معاك، اجي انتقدني وهضر معايا مباشره، وهاد الفكره ديالك قولها لي. فين غبرتي اخويا؟ ما غابر ما والو خويا. ابي تحياتي، شكرا. شنو المشروع اللي درتي اختي؟ ما بغيتش نقول هذا المشروع، هذا داخل مع واحد الناس وراجع اللور. لا يا مشروع مع راساتي، عايش باي خير مني. بعد من الكازينو، بعد من الكازينو، دير 15 يوم ولا 20 يوم ما مشيتش، راه غادي. كان لي يقول لي صافي 15 يوم، ايوا راه 15 يوم كتولي شهر، والشهر كتولي شهرين، ويا غادا راه انجاز. راه 15 يوم ولا 20 يوم ما مشيتش للكازينو، راه برافو عليا. انا غادي دابا شويه بشويه، ما غاديش نبقى نمشي له كاع، واصل ما بقيتش كنمشي له، مازال ما غاديش نبقى نمشي له كاع، ما عندي ما ندير به. حيت انايا علاش؟ حيت انايا كنحس براسي مطور، ولكن ما خاصنيش نتخور، حيت هادو التخاور ديال والو. تحس براسك عايق في تالي تهزهم تديهم باردين، مول الكازينو راه راكب فوق شي في شي قزيبه ولا ما عرفتش كيدير، وانت هي تقاتل فيهم وتجيبو لهم بارده تالي يدو. لا خصك تكون في شكل، خصك تكون عايق من قدماء المحاربين في السوشيال ميديا. دابا نتوما كتدخلوا في كونطات، دابا شوف شي وحده الدري، شوف 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 الخطه الاستراتيجيه ديالهم باش تعرفوا عندي ما مشكل مع حتى واحد. اش كيديروا؟ كيدخلوا في كونط وكيجي كيبقى يكتب لك السميه ديالها، دي سميتو كيكتبها لك في لي كومونتير، فلان فلان فلان، باش انا نسبو. فهمتيني كيفاش؟ كيجي ما كيجيش في كونط ديالو، كيجيب الكونط بكونط واحد اخر فو كونط، وكيبقى يقول سميتو في لي كومونتير فلان لا عم راس لا ولا فلان الرجوله، باش انت تسبو. باش انت فاش تسبو ويمشي ويحل لايف ويسبني وها هو كذا ويدير بيك كونسيبت. هاد العياقه ديالكم قديمه، هاد العياقه هادي قديمه ديال جدي ملي كان قدي وحنا ملي كانت فنا. هادي نتوما حادين بنادم على مشكله مع هاد الناس، حتى تيشي دور دور مياو حيد الحظيه بقى تابعني انايا. صافي اخويا راه سير لي عاوننا ويعاونك، سير سير اصاحبي، الحياه راه غير عادله. سير اصاحبي، غنترنن بنادم حق الله. عرفتي دابا المشكل اللي واقع، المشكل اللي واقع اخوتي في هاد الحياه، علاش تبدلات بحال هكا وغدا وكتبدل بان كيقول شنو هادشي واقع اسيدي. انا نقول لكم شنو واقع دابا، المجتمع ديالنا ولا كيخدم العيالات بزاف. ملي ولا كيخدم العيالات بزاف، يعني الراجل ما بقاتش عنده سلطويه كيف ما كان، الراجل بدا كيرجع للور. واحد الساعه حنا كيف ما كنعرفوا البنات راه ما كيخسروش فلوس بزاف، البنات اصلا ما عندها ما تخسر. البنت كتلقاها خدامه وكتاخذ من عند واحد اخر، كتلقاها ضاربه في واحد اخر، ما كتخسر حتى لعبه، الهدايا كيجي وهكذا، حيت كتلقى بنت غدا مغدا شنو غتبقى توقع. دابا الكفه عند الرجال، الرجال اللي صحاب الميزانيه هما اللي كيتحكموا وكذا، هما اللي عندهم السلطويه. مع الوقت كتبقى غاده غاده، كتنقص كتنقص، تلقى الميزانيه في يد العيالات، والعيالات يعني هما اللي يحكموا السوق، يعني اللي في يدو الفلوس هو اللي في يدو السلطه. ديك الساعه عاد تعرفوا شنو كاين. دابا راه غاده وكتنقص، هما هادو العيالات كيخدموا وكيديروا في الثروه، هما العيالات تلقاهم دابا بالحديد كاع بالطوموبيلات بالديور خدامين، هما دخلوا في لي بروجي كذا، الراجل ولا يرجع للور. شنو غادي يولي؟ غيولي تبادل الادوار، غتلقى المراه كتخدم وغتلقى الراجل في الدار قابل الاولاد يدير داكشي عادي بكل روح رياضيه، ما فيها والو، ماشي عيب عادي. ما خدام ما ردام، تزوجتي بشي مراه وقبلات عليك، جلس انت في الدار وهي تخرج تخدم عادي، خاصها تاخذها بهذا العيب عادي صافي. لا ما تبقاش تقول لا ما لا عادي صافي، هي تخدم وانت جالس في الدار، خدمتي انت تجلس هي في الدار، خدمتو بجوج يدكم فيه بجوج بيكم، شوفوا شكون اللي يكبر لكم ولادكم. في اوروبا هادشي اللي كاين ايوا راه عادي، راه غادي كيتطوروا. هشام اش بان لك في داكشي ديال الامازيغ؟ غير بغيتو تزيدوا فيه امازيغ وكذا.